مانيش راح نطول عليكم خاوتي ومانيش راح نكذب عليكم واش راح نخبي عليكم. النقطة رقم واحد، نعم هناك الأدلة الثابتة والدامغة على الرشوة التي تلقاها كاسامة موجودة وهي في حوزة الفيفا، وليس لافاف هي من أعطت هذا لافاف. وش داروا خاوتي؟ لافاف دارت إيميل وبعثت هذوك ليزيليمو، وما كان واحد من لافاف جاء للفيفا ولا راح للمحكمة تاع الدولية هذيك تاع الرياضية اللي راهي مستكلفة. هي دائما لازم تفوت على فيفا، ومن بعد لما الفيفا ترفض تروح للمحكمة تاع هذيك الرياضية اللي في سويسرا. المهم نرانا في سويسرا كل يوم من بلاصة لبلاصة ونسقسيو انفانتينو إلي وكورون. انفانتينو وصلوا الدوسي تاع الرشوة وتاع كل شيء من طرف مسؤول، يعني ما ندخلكمش تفاصيل كبيرة، لكن ليس الخونة هذوك تاع الفاف، نعم، اللي كلاو صوارد 700 مليار اللي راهم يمشيوا بأوامر الإمارات لكسر بالماضي وكسر الفريق الوطني وتسريب أخبار ومعلومات على الفريق الوطني قبل المقابلة. ونزيد نقول لك يا سي عمارة، كمال بالجلول وهذا الاسم تذكره مليح، وسيموم اللي معاك وجماعة اللي معاك وكل شتاعكم راهو شوف راهي قضية أيام برك. الجزائريين ما هم الصابرين، لأن الجزائريين ما عندهم الصبر، لكن الأمر جلل وخوتي الجزائريين أصبروا. وهذا من الرؤوس يعني يقول لك شوف غير نطيروا لهم ريصانهم بالقانون ونفضحوهم قدام الناس. الحقيقة الفيفا لافاف نتاعنا بعث إيميل بالتجاوزات هذيك تاع الحكام وتاع الفار وتاع منا وتاع منا وما عندك كيفاه تروح انت. احنا نمدوا الأدلة للناس كسرت ليكيب، الأدلة مديناهم الناس شرفاء مسؤولين كبار مخولين لهم للدفاع عن مصلحة الجزائر، وما نزيدكمش كثر. والأدلة موجودة وسترونها إذا لم تكن هذه الأدلة في الأيام القادمة وتشوفوها. لكي فقط قال لك لكي لا نكسر التحقيق ولكي ما تزدش العملية. أنفانتينو واش يقول؟ أنفانتينو قال لك الله يرضى عليكم بلاش يبهادل سن، يعني راح فيها امل. انا ما يتهمنيش يعاودوا الماتش، مش ما تقولوا ليش راني قاعد نقول لكم يعاودوا الماتش ولا ما يعاودش. انا عملي عارف مشاكره كعملي مونتخافاي سي نفضح هذه الرشوه تاع كاسامه ونفضح وش هو وش صرا بمساعده المخزن بايتو بمساعده لونتوراج تاع جمال دبوز بمساعده نجاة تاع القنصليه اللي كان في الرونديفو الاول والرونديفو الثاني تاع يوم 27 واستلمت الدراهم. عندنا الفيديو الاستلام من الكوزات تاع كاسامه 50,000 الاولى و 50,000 الثانيه، يعني الادله موجوده الدامغه فقط باش يفهموا الجزائريين هذه كاينه. لافاف مش هي اللي عندها الادله، لان لافاف مشكوك فيها، مانيش راح نتهمها حتى تثبت الحقيقه، لانه المعلومات اللي عندنا المعلومات اللي عندنا انتم من اكثرتم تحبوا تكسروا جمال بالماضي والامارات داخل لعب كبير خالتي الجزائريين، لعب كبير كبير بزاف، ما ندخلكمش التفاصيل باش ما تتخلطش. المهم هذه هي الحقيقه، الامر سيدرس والامر حقيقي والامر الجزائر تعرضت الى وش راح نقول لكم، تعرضت الى سمحوا لي على الاسم اغتصاب. جاوا اغتصبونا في التيران تاع بليده تاع تشاكير بمساعده الخونه والمندسين اللي عندنا. انا قلت هالعماره فكر كمال بالجلول شكون هو، سي كمال بالجلول شكون هو وهم عامل ننزل مع ارلول يوم 27 نزل وايتو نزل 26 ويوم 24 كان في كاسابلانكا. كل شيء بالادله، ما كانش لعب ما كانش لعب ما كانش لعب. نعم توجد فيديوهات توجد تسجيلات صوتيه توجد ادله دامغه ما كانش فيها لعب تاع الرشوه، لكن للمحافظه على التحقيق وعلى القضيه طلبت منا جهات عليا كما في الفيفا. انفانتينو شخصيا قال لك الله يرحم والديكم بدون بهادل، الفيفا راهي فيها بهادل بزاف ولا كاف راهي فيها بهادل بزاف، حابين يرقدوا اللعب كما داروها تاع ايرلندا كانت تشفوا عليها ومدوا الصوارد ورشوه وانفجرت القضيه. لكن احنا لا يهمنا اي شيء، نهمنا باش العالم نفضحوهم هذه الكاف وهذه الرشوه وهذا من الخونه والناس اللي كسروا ليكيب ناسيونال فقط. هذه هي انا هذه يتعاود الماتش ما يتعاودش هذه ما يهمنيش. انا شوف والله والله لن 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 شو كان يبقى مني عرق واحد غير نفضحهم
ولكن كل حاجه في وقتها. انا عليا ضغط كبير خاوتي الجزائريين، راني قاعد ندير اللي عليا، راني من سويسرا بلاصه من لوزان لزيريخ لجنيف، راني ما خليت حتى بلاصه، ودخلت لهم كامل وهدرت معاهم كامل وكل سجلتهم بالكاميرا، ما كانش لعب. والمديت الادله للناس اللي راهي قاعده تضرب على الجزائر، صح مش هذوك الخونه اللي كسروا ليكيب ناسيونال، باش تكونوا على بالكم واش راهو صار. هذه هي الحقيقه اللي الجزائريين مش تعرفوها.